أسوأ شيء في عالم الاستثمار أن تقول لو، لكن بآخر الفيديو لن تقول لو. بالبداية المعلومة التي لا تحبها، لو استثمرت $1000 في شركة إنفيديا في وقت طرحها الأول عام 1999 وأعدت استثمار كل التوزيعات في السهم، كانت $1000 صارت اليوم 5,910,000 دولار، يعني مكاسب 591,000%. هل كان من الممكن فعلا بذكائك أو بحظك أن تحقق هذه المكاسب؟ بالحقيقة حتى أكثر المستثمرين ذكاء ما كان من الممكن أن يحتفظوا بالسهم كل هذه المدة، لأن وضع إنفيديا كان سيئا للغاية في فترات كثيرة، إما بسبب ضعف المبيعات أو الدعاوى القضائية أو الأزمات. من اشترى السهم في أواخر 2001 تدمر حرفياً. في ذلك الوقت وصلت قيمة الشركة عند الذروة إلى 10 مليارات دولار، لكن وفي ظل فقاعة الدوت كوم فقدت الشركة 80% من قيمتها السوقية خلال 6 أشهر فقط، ولم تعد قيمتها لحاجز 10 مليارات دولار إلا عام 2006. حدث تصحيح بعد ذلك، لكن السهم قفز مجدداً لتتضاعف قيمة الشركة إلى 20 مليار دولار خلال عام واحد. لكن بعد ذلك في أزمة 2008 انهار السهم وعادت قيمة الشركة إلى أقل من 4 مليارات دولار، يعني خسارة بأكثر من 80% لمن اشترى السهم بسعر الذروة. وعلى فكرة قيمة 20 مليار لم تستعيدها الشركة إلا بعد 8 سنوات. الانفجار الكبير لسعر السهم بدأ في 2023، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم قفزت قيمة الشركة من حوالي 400 مليار دولار إلى 3,340,000,000,000 دولار. العبرة باختصار أنه حتى أكثر الأسهم نجاحاً في التاريخ تمر بفترات تصحيح حادة، وقد تحتاج لسنوات طويلة لاستعادة ذروتها السابقة.